محافظة شمال سيناء يبلغ عدد اللجان بها 96 لجنة تضم حوالي 207,000 صوت، تتوزع على 11 مركزا انتخابيا، هي العريش أول وثاني وثالث ورابع ورفح والشيخ زويد وحسنة والقصيمة ونخل وبئر العبد ورمانة. لقد بدأ التصويت في جميع اللجان بانتظام ولم يبلغ حتى الآن عن أي مشكلة في ظل وضع محلي هادئ تماما، وما زال الإقبال ضعيفا في مجمل العام في ساعات الصباح الباهي. يلا غير حبل حبل بقى حبل بصوا هو بصراحه هذا كان لما تطلع في الصور طب بقى كده خلاص انت بس قولي بقى كده شوف الناس عندها نعم نعم طيب هات يا عم الراجل ده خد قطعه بقى في الصندوق بارك الله طيب الصندوق ده لا سد ايوه كده ماشي يا عم اتفضل يلا فتحت يلا ايه تمام يلا افتح جنب منه يلا كل الزبط عدتني هل نعمل كده؟ لو سمحت يا أستاذ ولا أنت جايبك جايبك؟ أيوة عايز يا حبيبي صدقك يا سيد هنفكر اللجان ازاي ده يا جماعه ايه خبرنا فين انت خلينا نفكر